بسم الله الرحمن الرحيم. انا صالح حضراتكم، اكيد حضرتك سمعت عن القصه بتاع ماركوس راشفورد، قاضي شاب مصري عايش بالشرقيه، وان الشاب المصري فوجئ مره واحده ب10 محامين داخلين عليه وبيقولوا له بص يا باشا في قضيه عليك ضد موكلنا ماركوس راشفورد، والدنيا بالنسبه لك تمام، لو خسرت الدعوه دي هتدفع الجلد والصوت، وماركوس راشفورد عايز تعويض مالي. يا نهار اسود، اه والله حصل، والله حصل بجد، ده القضيه شغاله بقى لها فتره، هي القصه. بص القصه عزيزي، ان المشجع ده لبخ شويه وقال كلمتين ثلاثه مش حلوين. ماركوس راشفورد قال له انا هقضيك، فسب راشفورد وجاب سيره الحاجه الوالده وكلام كتير جدا ما كانش لاقي 60 طلب. فراشفورد عمل ايه؟ خد سكرينات لكل الحوار ده. وبعدين راشفورد عمل ايه؟ لا طب الدكتور بقى عمل ايه اللي هو الشاب المصري ده؟ الراجل قرر ان هو يعمل اسيح حركه ممكن حد يعملها، يمسح المحادثه. شاطر شاطر راشفورد، كان واخد سكرينات، بعت السكرينات دي للشركه الراعيه بتاعته وقال لهم اتصرفوا. الشركه الراعيه كلفت مكتب محاماه كبير في مصر ان هو يدير القضيه، وبسم الله ما شاء الله الموضوع بقى كده. الله بجد ايه ده؟ والشاب المصري بيقول ايه؟ الشاب المصري بيقول لك ما حصلش يا بيه، الاكونت بتاعي بس الشيمه بتاعتي مش موجوده عليه هنا والاكونت نضيف. بس راشفورد بعت سكرينات، وهنا بقى المحامي بتاعه الاستاذ سيد سلامه بيقول ان دي استغرف القضيه، استغرف القضيه، هي بقت قضيه بجد؟ اه والله بقت قضيه. تخيل بقى كل المشجعين اللي قاعدين يشتموا طول اليوم في هاري ماجواير. يا لهوي، ده كده هاري ماجواير ممكن يجني مليارات من الشتائم اللي بتشتمها في الوطن العربي بس. والله عزيز عشان تفكر قبل ما تكتب، فكر قبل ما تشتم، فكر قبل ما تشتم اي حد واكتشف ان انت ما بقتش بعيد. النت بقى بيخلينا كلنا دوله واحده، والنت دلوقتي والسكرينات بتخلي كله شبه بعضه عزيزي، فخلي بالك لو فكرت تشتم اي لعيب عالمي او اي مدرب عالمي، اعلم يا عزيزي انك هتكون مكان طلب الشرقيه. اللهم بلغت، اللهم فاشهد عزيزي. وانا كل السكرينات اللي كنت واخدها ضد هاري ماجواير هروح امسحها، اروح، وكل الاسكانات اللي كنت واخدها ضد الناس اللي كانت بتشتمني برضه هروح امسحها. بس عزيزي انا ممكن امسح عادي، انما غيري مش ممكن يمسح عزيزي. فاحترس قبل ما تكتب اي حاجه، وانا بريء من كل حاجه كنت بتكلم فيها على روس فالفيردي. كل الفيديوهات اللي هاجمتي فيها فالفيردي انا همسحها، واي حد قال على ان بيب جوارديولا عنصري انا هحبسه، هرفع عليه قضيه وهبعت لميسي وبيب وهقول له ان في ناس في ايجيبت بيقول عليك ان انت عنصري. ده بانها تولع، اي حد بقى هيقول كلمتين ثلاثه هيتحاسب عليهم. اعرف عزيزي ان طالما طالب الشرقيه جه دوره ففي ادوار تانية جايه كتير. ايه ده؟ يعني انت مش متعاطف مع طالب الشرقيه؟ بص والله عزيزي، هو اللي يشتم شتايم عنصريه واللي يشتم شتايم بالالوان والحاجات دي فكان الله في العون بتاعه، كان فاهم ان مفيش حد هيقدر يعاقبه، بس لما العقاب جه لحد البيت حس ان الموضوع بقى بجد وبدا يقول لك انا مظلوم وانا فقير وانا وانا وانا. طالما انت يا ابني حالتك كده مالك ومال دعوه بالناس يا حبيبي؟ مالكش دعوه بالناس يا بابا، عشان خاطر كلنا نتفاجئ ان فعلا في قضيه وفي حاجه شغاله فعلا. دي مش عجائب ولا طرائف ولا اي حاجه، دي قصه ان احنا فعلا بقينا يعني ممكن نتحاسب باي كلمه نكتبها ما تعجبش اي حد مشهور تتقال عليه، وممكن ياخد سكرينات وممكن يكلف مكتب محاماه كبير جدا يحبسك بسبب الكلام اللي انت قلته. فكر قبل ما تكتب، او بلاش تفكر. عملتها قبل كده مع كام لعيب وشتمته بالام وشتمته بالاب وكل الكلام ده، معاه طبعا كابتن محمد هاني. كابتن محمد هاني ده يعني الراجل بيعاملنا بقلب كبير، ربنا يبارك لنا فيه والله، هو كابتن كريم نيدفيد وكل الرجاله الحلوين دي. فقول لي عزيزي شتمت كم مره وكم مره حسيت ان انت لبخت شويه وبعد كده مسحت الكلام اللي انت قلته؟ لو ما عملتش كده فانت من العظماء عزيزي.